أصدقائي هذا هو الشعر اللي رح نشتغل عليه شايفينه معنا. قسمنا الشعر بهذا الشكل هيك لأنه الزبون بده يكون عنده مثل فاصل هون خط، فبيكون هذا الشعر لتحت وهذا الشعر لفوق بهاي التقسيمة. رح نجيب ماكينة باناسونيك، ها هي شايفينها معي. رح نفتح أول طبقة هون بهذا الشكل هيك. طبعا الروس أو مشط الماكينة إلى الأمام إلى آخر حد بماكينة باناسونيك. نقلب الماكينة هيك، نضرب أول خط بهذا الشكل هيك، شوفوا معي. نزل الشعر لتحت شوي هيك، صوت الماكينة شوي عالي. من الخلف نصف دائرة، شكل هيك. من هاي الجهة الثانية كمان نفس الشيء. بعد ما شلنا الماكينة كانت هيك وحددنا، رح نقلب الماكينة بالعكس ونفتح كمان هذا الخط هون، نوسعه شوي. يعني عم بعطيكم طريقة جدا سهلة أصدقائي بماكينة باناسونيك. طبعا أنا قريت جميع تعليقاتكم وأغلبية أصدقاء كانوا حابين انه نشرح بهاي الماكينة، مع انه نحن شارحين باكثر من فيديو بالقناة، ولكن مو غلط انه كمان نعمل فيديو. هلا اصدقائي راح نجيب ماكينة موسير تبع التحديد. شوفوا انا ما استعملت ماكينة بيبليس حاليا، جبت ماكينة موسير، يعني هاي التحديد تبعها مو كتير قوي، واحد من اسرار المهنة. التحديد تبعها يعني ماشي حاله بس مو مثل ماكينة بيبليس واهل. فراح احاول اول شيء شيل هذا الشعر هون، شوفوا معي كيف، انتبهوا معي. رح حاول أعطي عملية دمج بين ماكينة باناسونيك وماكينة موسير بهذا الشكل هيك، شوفوا معي. أعطي عملية درج لحتى يندمج الصفر، شوفوا معي كيف. بهذا الشكل هيك. من ورا كمان نفس الشيء. هلا اصدقائي رح نجيب ماكينة بيبليس القوية او ماكينة واهل للتحديد، ما في مشكلة، المهم تكون ماكينة التحديد تكون قوية لحتى نشيل هذا الشعر. صار عندي ثلاث عمليات صفر، شوفوا لحتى اخذ هاي النتيجة الحلوة لازم تشتغل نفس الطريقة. رح شيل هذا الشعر اللون، شوفوا معي كيف. عم بعطي صفر ضمن صفر. تشتغل بهاي الطريقة تطلع معك نتيجة 100%. لأنه إذا بدك تجي مباشرة من ماكينة بيبليس لماكينة باناسونيك راح يطلع معك خط مستحيل يروح. نكمل من ورا كمان. بدنا نحاول نطلع من هاي المرحلة اللي هي الصفر. شوفوا معي. هلا راح نجيب ماكينة ما تحت الصفر اللي هي ماكينة واهل، راح نعطي كمان شوي هون ما تحت الصفر، شوفوا معي كيف خلف الأذن بهذا الشكل هيك. انتبهوا لا تطلعوا كثير لفوق. بهذا الشكل هيك، عملية زجزاج. وإذا طلع خط خفيف هون فيني يرجع ماكينة بيبليس اكسره، شايفين معي خط خفيف هذا هو، برجع ماكينة بيبليس هيك على الخفيف. يعني عم بعطيك خطوات أساسية لازم تمشي فيها، موت إنه إذا ضل خط خلص لازم خليه، لا لازم تشيله. شوفوا معي، يعني أمر جدا سهل، راح الخط، خلصت من عملية الصفر وما تحت الصفر. هلا نحن حطينا رقم 3 بماكينة باناسونيك. رح نفتح طبقة كمان هون من أول لقدام،
شوفوا معي. تقريبا اصبعه شوي. تابع دار ما يدور. مسح هون، نظف منيح. هلا بعد ما خلصنا فتح هذا الخط بالرقم 3 راح نفك المشط اصدقائي. نحاول نحط المناويل تقريبا اول طقة ثاني طقة ونكسر هذا الحرف بهذا الشكل هيك. شوفوا معي راح يضل الخط تحت، راح نرجع نكسره كمان هيك. كمل من الجهة الثانية كمان عملية نتر. كمان نفس الشيء. إذا في شعر هون فيني رجع المشط الأخير. شوفوا معي هيك. هاي انت بتطلع بالمنويل تحس وين بده تاكل الماكينه الشعره فتقدم يا ترجع، عمليه نظريه هي. شايفين هذا الخط اللي ضل معي هون؟ هلا راح اقدم منويل الماكينه لقدام اخر شيء واعطي عمليه زقزاق كمان هون هيك بهذا الشكل هيك. شوفوا كانه الخط بيقول لك أنا هون تعال شيلني، يندمج لحاله بدون أي صعوبة. وفي حال شفت إنه لسه الماكينة ما عم تاكل لأنه نشاط هاي الماكينة ما بتتقدم كثير، فيك تقول بالماكينة شوي هيك بالعكس شوف بينكسر معك. وداعا أيها الخط الجميل، أيها الخط المزعج، أيها الخط الذي الجميع يخاف منك ولكن هو مانو مخيف، بس بدك طريقة لحتى تروحوا. هون كمان نفس الشيء. فدائما المبتدأ بيخاف من خط الصفر، ولكن إذا عندك طريقة ما في أي مشكلة بيروح بكل سهولة. حط على النص شوي هون. شايفين معي اصدقائي؟ نطلب الماكينه شوي هون هيك اذا بحاجه شوي حتى ما يضل معنا اي حرف نهائيا. هلا اصدقائي بقى راح تصير عمليه من الاعلى الى الاسفل، راح نحط رقم 6 ونبلش عمليه كسر هذا الحرف بهذا الشكل. شوفوا معي تقريبا اصبع هون هيك. شوفوا معي كمل من هون كمان. شوفوا معي لما بطلع الماكينة هيك عم بعمل حتى ما اعمل خط لحالي هون عشان يكون الخط خفيف لما بدي ادمجه. شوفوا معي كيف. شوفوا اصدقائي هلا ضل معي انا خطين، هذا الخط وهذا الخط هون. انا اشتغلت بالرقم 6 وكان المنويل لقدام، يعني المشط كان لقدام. هلا راح اقلب المشط واعمله رقم 9 والمشط الى الخلف لحتى ادمج هذا الحرف والمشط قدامه هيك. شوفوا معي كيف بهذا الشكل. قبل ما انزل لتحت يعني شوفوا معي كيف. هذا الشكل هيك.
هلا رح اقدم المشط لقدام كمان هون. شوفوا معي حتى ما يضل اي حرف. بالرقم 9 عم بشتغل انا. ما خلصنا رقم 6 ورقم 9 رح نرجع على الرقم 3. نرجع المشط لورا اخر شيء ونبلش عملية تدريج هذا الحرف. شوفوا معي كيف، شوفوا الماكينة كيف عم تطلع معي. شوفوا شوفوا بكل سهولة. هلا بقدم أول طاقة. شوف معي كيف. ثاني طاقة. ثالث طاقة، يعني هي ما قبل الأخير، قبل ما تقدم المشط لقدام في طاقة قبلها. شوفوا معي هاي هي. وعلى هذا الحرف. هلا المشط للأخير لقدام على آخر شيء. مشط لتحت هيك. شوفوا معي كيف، من ورا كمان نفس الشيء. نرجع شوي على النص هيك، إذا في هون خط خفيف نحاول نشيله. شايفينه معي هيك، رجع نشد لورا شوي. هذا الشكل هيك. عملية نظرية مثل ما قلت لكم. شوف أصدقائي بعد ما خلصنا من رقم 3 شايفين معي لسه في خط هيك خفيف، بقلب الماكينة بالعكس. شوفوا لأنه الماكينة بتاكل أكثر هيك، بحاول شوي. جرب هيك. بعدين رح فك المشط وبرجع المناويل إلى الخلف وبزوايا الماكينة. شوفوا معي كيف هيك ليتخيط معي بشكل صحيح ويتدرج، ما أطلع كثير لفوق. شوف معي هون كمان عملية تخيط. من الخلف كمان نفس الشيء. قدم شوي على النص. هذا الشكل شايفين معي، باخذ هاي النتيجة مسح هيك منيح. إذا في كمان خطوط بحاول رجع منها لورا وبزوايا الماكينة. شوفوا معي هيك بهذا الشكل هيك. عندي خط خفيف هون رح أرجع، هذا هو شايفينه معي على الرقم 3، لأنه ما فيني أدمجه بهذا الرقم رح ياكل كثير. رح حط رقم 3، رجع المناويل إلى الخلف، ما عم ياكل، بحطه على النص. قدم على الأخير. هيك بكون أنا خلصت عملية تدريج بسلام. شايفين معي؟ هلا أصدقائي خلصنا عملية تدريج من الجهتين ومن الخلف كمان. رح نقص الشعر من الأعلى وبعدين رح نعطي عملية تحديد للخط هذا وللزوايا. خلوكم معنا. هلا رح نقص الشعر من فوق، نبلله بالمي منيح.
مرة من جنب الثاني. من هون كمان. طبعا هيك اصدقائي خلصنا قص الشعر، رح نستشور الشعر ونورجيكم شو رح نشتغل بعدين، خلوكم معنا. بعد ما خلصنا تدريج الشعر وقصينا من فوق وسشورنا سشوار بدائي، رح نحاول نحدد هلا الزوايا هون. شوفوا معي كيف. بعدين نحاول نقبس الزوايا بهذا الشكل. إذا الزوايا مثل ما قلنا لكم دائما مهمين، لازم يكونوا صح بهذا الشكل هيك. بعد ما حددنا الزوايا راح نفتح هذا الخط اللي هون، نحاول ما يكون كثير كبير. هذا الشكل هيك. شايفين اصدقائي معي هيك، نحن خلصنا تدريج وقصينا الشعر من فوق وحددنا الزوايا، فتحنا الخط. هلا نحن راح نحاول نشوف شو في اطراف الشعر هون، شعر زايد نشيله بالمقص. شوفوا معنا كيف. شوفوا اصدقائي هون، يعني بحاجه بس هيك لراس الشعره فقط بالمقص والمشط. شوف معي على الخفيف فقط هيك، لانه الشعر مطبق لحاله. هلا اصدقائي رح نحاول ندرج اللحيه ونورجيكم نهايه التسريحه اللي عملناها نحن. طبعا اصدقائي هذا هو التدريج اللي اشتغلنا عليه، وشايفين معي بماكينه باناسونيك. بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الشرح، بنشوفكم بحلقات جديده. سلام.